السلام عليكم، مرحبا بكم في كويزين ام سلطان. اليوم جيت نبارطاجي معكم خبيزات ديال البرجر اللي كيجيو خفاف خفاف حلق طن. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، غادي ينالوا الاعجاب ديالكم وكيجيو خفاف حال الريشه. راه الفيديو كيبين لكم كل شيء. صوبوه في الدار كيجي زوين واقتصادي، وكتعرفوا دابا مع الكونفينمون ما كاينينش لي غيستو حتى شي حاجه محله، كاين ماكدو والدنيا عامره عليه، وكاينين بعض المدن ما فيهمش ماكدو. وكنتمنى ان شاء الله تجربوهم. كنحتاجو فيهم 300 غرام ديال الدقيق اللي هي 3 كيسان ونص، كاس ديال الحليب يكون دافي، معلقه كبيره ديال خميره، 3 معالق كبار ديال الزبده اللي هي 40 غرام، جوج معالق كبار ديال السنيده. غتشوفوا السنيده غتقولوا كيجي حلو، ما كيجيش حلو. السنيده كتعطي واحد الطيبه زوينه. صافي، خديت هنا معلقه صغيره ديال السنيده، غادا نضيفها على الخميره، غادا نضيف عليها الحليب باش تفعل ليا دغيا ويخمر ليا العجين. كنحتاجو معلقه صغيره ما تكونش عامره ديال الملحه، الملح كيبقى على حسب الذوق. صافي، واخر حاجه هي بيضه. صافي، كناخدو شي اناء اللي غادي نخلطو فيه هادشي. يمكن لكم تجمعوها بيديكم ولا في العجانه ولا اي حاجه عندكم. صافي، انا غنديرها في العجانه، غادا نضيف كلشي، غادا نضيف الدقيق، غادا نضيف الزبده اللي تكون دايبه ولا تكون مخرجينها قبل، تكون في حراره المطبخ. غادا نضيف السنيده والملحه، غادا نضيف بيضه. صافي، وغادا نضيف الحليب، الحليب من بعد ما تفاعل لينا. صافي، ونحطها في العجانه ولا غير بيديكم، وغادي ندلكوها حتى ينسجموا لينا كاع العناصر. ما فيها لا ما لا والو، فيها كاس الحليب مع بيضه. صافي، غادي نعجنوها مزيان. صافي، من بعد ما تعجنات ليا كيف ما كتشوفوا كتكون رطبه وشويه كتلصق في اليد. غير تبعوا غير المقادير وغتجيكم على هذا الشكل. وفي حاله الا جاتكم خفيفه بزاف لحقاش الدقيق كيختلف، زيدوها تقريبا معلقه حتى لجوج معالق ديال الدقيق. صافي، هنايا من بعد ما دلكات مزيان درت شويه ديال الزيت الرومي فوق سطح العمل، ودهنت يدي بشويه ديال الزيت. ما كتكون شويه كتلصق غير شويه، كنبقى ندير هذه الحركه بحال هكا. وكناخذ شي اناء كندهنو بشويه ديال الزيت من التحت باش ما تلصق لياش، وكنحطها وكندهن الوجه ديالها بشويه ديال الزيت، وكنغطيها بفيلم اليمونتير وكنخليها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها. دابا مع الحال سخون دغيا كتخمر، ما كياخذش الوقت بزاف. صافي، كيف ما كتشوفوا معايا هنا، من بعد ما تضاعف لي الحجم ديالها غادي نحطها على سطح العمل. صافي، غادي نهبطها بيدي باش نخوي منها الهواء. كيف ما كتشوفوها كتكون كتلصق، ما تخافوش منها، راه كتجي زوينه بزاف. راه كيف ما شفتو في الاول كتجي رطبه بزاف. في الاول حطوا شويه ديال الزيت فوق سطح العمل. صافي، وكتهبطوها بحال هكا، وكتاخذوا شي موس ولا شي حاجه باش كتقطعوا. خرجت لي 8 ديال الكويرات اللي متوسطين، ما ديروهمش كبار لحقاش باقيين غادي يعاودوا يخمروا وغادي يطيبوا في الفران، غادي يزيدوا ويكبروا. صوبوهم بحال هكا، خرجوا تقريبا 8 الكرات اللي يكونوا متساويين، شكلهم ماشي صغير بزاف وما يكونوش كبار باش يجوا حلوين في الماكله، نقدروا نكملوهم. كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نشارك معكم وحده، كتحطوها في يديكم وكتبقاو ديروا طبقه فوق طبقه. تبعوا معايا الطريقه باش فاش تبغي طيب ما تجيناش من الداخل مدقصه، كديروا طبقه فوق طبقه.
صافي كنحطوها على سطح العمل وكنهبطوها بيدينا من التحت باش يجينا الشكل ديالها زوين. وفاش نخليوها تخمر وندخلوها الفران ما ديفورماش لينا، تبقى محافظه على الشكل ديالها. كنهبطوها من التحت، ما كنهبطوهاش بيدينا، ما كنقرصوهاش باش كيجي الشكل ديالها من فوق. صافي غادي نستمر بحال هكا. غادي نشارك معكم واحده اخرى كتخليوها بحال هكا كيف ما قلت لكم، كديروا وحده فوق وحده. صافي كنحطوها فوق سطح العمل وكنهبطوها بيدينا من التحت. صافي هنايا بعد ما شكلتهم كاملين خديت لاطا دهنتها بشويه ديال الزيت، الا عندكم بابي كويسون كان احسن. صافي كنبعدوهم لحقاش غادي تنفخوا فيهم الخميره، داكشي علاش قلت لكم ديروهم صغارين شويه لحقاش باقيين غادي يكبروا. صافي وكندهن الوجه ديالهم شويه ديال الزيت باش فاش يخمروا ما ينشفوش لينا ويتشقوا. غادي ندهنهم شويه ديال الزيت ونخليهم يخمروا حتى يضاعف الحجم ديالهم. هنايا من بعد ما ضاعف الحجم ديالهم خديت صفار بيضه ضفت ليها شويه ديال الخل ولا شويه ديال الحليب. صافي كندهنهم غير بشويه باش ما يهبطوش لينا. صافي وغادي نزوقهم بزنجلان يا اما البيض ولا العادي، وغادي ندخلهم للفران اللي يكون سخون في الاول يكون سخون. وفاش ندخلهم كندخلهم الوسط وتكون العافيه على 180 درجه غير من التحت حتى يطيبوا لينا، عاد نشعلوا عليهم شويه من الفوق لينا اللون زوين يكون ذهبي. صافي وفاش نخرجوهم نغطيوهم بشي منديل يكون نقي حتى يبردوا لينا. كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو رطبين بزاف، كما قلت لكم راه الفيديو في الاول كيوضح لكم كل شيء. غادي نشارك معكم وحده من بعد ما قسمتها، كيجيو خفاف حل الريشه. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وغادي ينالوا الاعجاب ديالكم، غتبقاو ديما تستعملوهم. صافي ويمكن لكم تعمروهم باي حاجه على الفيديو الماجي ان شاء الله. ما بغيتش نطول الفيديو باش ما يجيكمش ثقيل. الفيديو الجاي غادي نشارك معكم العماره ديالهم. الخبيز كيجي زوين بزاف، كنتمنى ان شاء الله تجربوه. وكنتمنى اليوم تكون لا فيديو نالت الاعجاب ديالكم، وديروا لي جيم وتبارطاجيو مع الحباب ديالكم، واللي ما مشتركش واللي عمرو ما شاف القناه يشترك فيها باش يوصلوا اي جديد. وبصحه والراحه ونتلاقاو في فيديو جديد.